مما كتبه الشيخ صالح كلمة ضج بها بعض طلبة العلم، قال: دين الإسلام أيسر من كثير مما تقوله كتب الفقهاء، لكن يظن الكثير أن الإمامة في الدين طريقها التشدد في الأحكام، ويرى بعضهم أن هذا قفز على أقوال الفقهاء وتراث أمة من شيخ مثل الشيخ صالح. هذا حق، أيه هو الحق؟ أنك قررت لابد ولا الحق أن تعيد الأمة النظر في كثير من الأحكام الفقهية المنتشرة بين الناس. عجيب. هذه مسألة تحتاج إلى جرأة، قبل ذلك علم، لكن لا إمامة بغير جرأة، هذا مما اتفق المسلمون عليه. لابد من علماء يملكون من الشجاعة يعيد فيه النظر في كثير مما قاله الفقهاء من قبل. قال أحد علماء شنقيط: وعلماء الضيق صنفوا على عكس الذي به النبي أرسل، وعلماء الضيق صنفوا على عكس الذي به النبي أرسل. أحيانا الأسبقية والقدم يفضي القداسة، وهذا أمر لا يتنازع فيه الناس. حتى كتب الأدباء لما يذكرون الشعراء في عصر بني العباس يتكلمون عن المولدين، يعني الشعراء الحدثاء، ويجعلون السابقين هم القمم. ثم يأتي الجيل في عصر الدولة العثمانية فينظر إلى هؤلاء الذين كانوا تزدريهم أعين الأدباء والنقاد في زمن ابن العباس، يجعلونهم أئمة لأنهم ماتوا. ثمة مثل في أهل الشام يقول: بيموت الميت طول ساقيه، طبعا هو بساقاه لكن بالعامية يقولونها. فالموت يعطي قداسة، يعطي قداسة للرجل ويعطي قداسة لرأيه لأنه يتوارث، فلا يجرؤ أحد على أن ينفض الغبار عنه. ثم من عجائبهم الذين يعانون أنهم يطالبون أن تكون في الأمة أئمة مجددون، ثم يرفضون أن يكون هناك شيء يحتاج إلى التجديد، ولن يكون هناك مجدد حتى يكون هناك شيء يحتاج إلى التجديد. فلا بد من اليقين والإيمان أولا أن هناك شيء قد التبس في كتب الفقهاء، حتى نأذن بعد ذلك بدخول مجدد أو مجددون يجددون النظر فيما سيق إلى الأمة من كتب الفقهاء.